بتعدي عليا خامات كتير في بحكم المهنة. ف يعني كنت دايما ابص للخامة ازاي هشغلها، ازاي اعمل منها عمل فني، ازاي هي بتوحي لي بالحاجة اللي انا عايز اعملها. زي الاسلاك مثلا، دي جت بالصدفة الحقيقة. كنت بلعب بكمية اسلاك كده قدامي، وبعدين لقيت غزالة طلعت. فيعني انا نفسي كنت مبهور بالنتيجة. يمكن انا بنقي خامات ملهاش قيمه ابدا ماديه، يعني سلك موجود، ده سلك رباط اللي بيعملوا بيه الخرسانه المسلحه، الزلط مرمي على الارض ما حدش بندوس عليه، الخشب بيولعوه ويدفوا بيه. فانا بشوف الحته الجماليه اللي موجوده في كل خامه. ابتديت اعلم الاطفال في دار الاوبرا 4 سنين ورا بعض بعلمهم، وكانوا بيبقوا 20 25 طفل، واصبح منهم ناس لغايه النهارده بيشتغلوا. كل اعمالي فيها حركه، فيها حيويه، هي دي الحتة اللي أنا بلعب فيها. الحيوانات كل واحد له تشريحه، له حركته، له طباعه، له شكله. هي فعلا هي دي المتنفس الوحيد لواحد شقيان طول النهار، بيتعب في شغله، بيروح بيتهم محتاج يحس بالراحة النفسية بعيد عن العمالة وعن صوت المكن وصوت المعاملة مع العمال والدوشة دي كلها. أنا بغسلها بالفتح.